بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده في برنامجنا ايه في حكايه. وايتنا النهارده من سفر الامثال اصحاح 27 عدد 17، والايه بتقول: الحديد بالحديد يحدد والانسان يحدد وجه صاحبه. يعني ايه؟ هقول لكم. زي لما الحديد كده مع الحديد، قطعتين حديد نعملهم مع بعض علشان نقدر نبرد حديدة، مثلا نبردها بحتة حديد تانية، او عاوزين نهيئها نهيئها بحتة حديد تانية، او نغير في شكلها نغيرها بحتة حديد تانية. ما ينفعش اجيب حتة حديد وابرد فيها بخشبة مثلا، مش هيجرى لها حاجة. فالحديد بالحديد يحدد والانسان يحدد وجه صاحبه. يعني ايه بقى؟ يعني تعاملاتنا كبشر مع بعض هي اللي بتحدد سلوكي. زي ايه مثلا؟ الواحد فينا كل ما يتعامل مع ناس ياخد منهم خبرات اكتر، تضاف لشخصيته صفات اكتر. اما الانسان اللي يعتزل الناس يضيق فكره وتضيق خبراته. وليه انا بحكي لكم الموضوع ده؟ لان يجي واحد مثلا يقول ايه: ابونا انا لو قعدت في الصحراء لوحدي هبقى قديس، لكن انا ما بيوقعنيش في الخطيه غير تعاملاتي مع الناس. لكن الواحد فينا مش بيكون واخد باله ان تعاملاته مع الناس دي برضه بتكسبه فضايل كتير وتظهر ضعفات النفس. يعني انا لو ما تعاملتش مع حد ما تظهرش ضعفات نفسي، بالعكس انا اتعامل مع اخويا والاقي نفسي مش مستحمله، اعرف ان انا ما عنديش طول بال مثلا. او لما فلان يضايقني اعرف عندي ده انا عندي كبرياء، مجرد ما قال لي كلمه تعليق وحش كده او ضايقني خلاص انا اضطربت من جوه وفقدت سلامي. فطبعا المعاملات مع الناس هي اللي بتبين الصفات الجيدة فينا أو الصفات الوحشة عشان نصلحها، ومنها بنكتسب خبرات جديدة. ومن يعاشر القديسين بتتحسن سيرته، واللي يعاشر الأرضياء تبقى سيرته مش حلوة. عشان كده الكتاب يقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فبرضه في علاقاتك مع الناس زي ما بنقول الحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه، معناها ان انت كمان حاول تختار اصدقاء حلوين يساعدوك انك تعيش في حياة القداسة والطهارة والنقاوة والبر، يساعدوك على الكنيسة والاعتراف والصلاة والانجيل. واحيانا يتعامل معانا ناس يضايقونا ويتعبونا، استخدمها بقى لخيرك، اكتشف ضعفات نفسك وصلح فيها، وقول له يا رب صلحني من جوه. وافتكر باستمرار ان الحديد بالحديد يحدد والانسان يحدد وجه صاحبه. اوعى تعتزل الناس وتعيش لوحدك، مش هتقدر تعيش لوحدك. ولو افتكرت انك هتجد الراحة انك تعيش لوحدك هتلاقي نفسك بالعكس مع الوقت بتتعب، لان لما بنعيش مع بعض بنقدر نعيش في جو من المحبة والسلام والألفة. حتى ربنا لما ارسل التلاميذ ما ابعتهمش واحد واحد، ابعتهم اتنين اتنين علشان تظهر بينهم المحبة. دي اعظم صورة ربنا بيدور عليها فينا. كل مرة وانتم طيبين، لربنا المجد دائما أبديا آمين.